طب هو انا بقول كده ليه اصلا؟ لان الاهلي لما حب يعمل تجربه جديده في الكره المصريه، يعني بعض المغردين واللي مضايقهم تقدم الاهلي دايما بيهاجموا ويقولوا اي كلام وخلاص. يعني انت لما المفروض عايز تحكم على التجربه، لما التجربه تبتدي تشتغل والتجربه نمشي فيها شويه، قول اتكلم. يعني انت حتى لما تيجي تنتقد ساعتها هيبقى لو انت بتنتقد نقد بناء، يبقى في حاجه انت بتنتقد بناء عليها. ولكن ان انت بمجرد ما حصلت التجربه لسه ما بدأناش، يعني يمكن لسه المدير الفني جديد لسه ما بدأش وكله عمال لا دي تجربه فاشله، دي تجربه مش عارف ايه، دي ما حصلتش قبل كده في النادي الاهلي. طب مش استنوا الاول لما نشوف التجربه الجديده دي ايه اخبارها؟ هو ايه التجربه الجديده اللي احنا هنقول عليها بقى؟ ان مدير فني افريقي يتولى مهمه فريق الكره في النادي الاهلي، وهو مستر بيتسو موسيماني. الاهلي ابى الاختيار، عارف ووضع قبل الاختيار، عارف ووضع ثقته الكبيره في هذا الاختيار. هو عنده ثقه كبيره جدا في مستر موسيماني بعد ما شافه كذا سيره ذاتيه لبعض المدربين، يمكن اكتر من 10 مدربين هم وقع عليهم الاختيار لمستر موسيماني، شافوا ان هو ده الانسب في الوقت الحالي. دي وجهه نظر ان شاء الله باذن الله تكون صحيحه، ونتمنى للراجل التوفيق، انما ما نحكمش عليها من قبلها. للاسف حتى في بعض الاهلاويه ابتدوا ينجروا للكلام دوت ويقول لك دي تجربه مش هتنجح، دي تجربه. طب مش استنى لما اشوف التجربه الاول، ومش هبص لبعض المغردين اللي هم المحبطين اللي عايزينك ترجع لورا، او يقول لك كده كده طول الوقت مش عاوزين نجاحك. لا، احنا مش عايزين نعمل كده. احنا دلوقتي كاهلاويه كلنا ورا الاختيار ده، ورا الراجل ده. احنا لينا مهمه، يعني ان احنا ورا الكيان، ورا القرارات اللي اتخذت، وان شاء الله تثبت التجربه نجاح. المهم احنا نفضل مهما كانت اختياراتك وقراراتك في النادي الاهلي، احنا المفروض بنقايل. في ناس تانيه بتطلع تهاجم، دي بتهاجم علشان تهاجم وبس.